هي امك بتحطك في الواجهه تقدمك هيك ان شاء الله بكره تقدمك ل ان شاء الله هيك لطب جراحه مخ واعصاب. اشمعنى مخ واعصاب؟ خلص انا هذا الاختيار من يوم ما عملت عمليه في مستشفى الاوروبا وانا مختاره. ايش اللي صار معك؟ يومتها عملت عمليه زايده قبل الحرب وخلص قلت لامي خلص ان شاء الله طبيب جراحه مخ واعصاب ان شاء الله تعالى. تعرف انه امك مبسوطه فيك وهي بتصور فيك بجوالها؟ طبعا انا بقول لك انا كنت يعني من اوائل مدرستي وكنت دائما الاول على محافظه مدينه خان يونس. كل الاحلام تبددت، مدرستي تجرفت، بيوتنا راحت. يعني بهذا المستقبل انت شايف الوضع فيه ضبابي؟ ان شاء الله هيك بصير كل اشي زي اول وبترجع وبرجع كل اشي زي ما كان. تفاؤلنا بالله خير. متفائل انت؟ اه متفائل ان شاء الله تعالى انه حنرجع بيوتنا وحترجع مراكز الصحافه ان شاء الله. انت همك على الصحافه؟ اه والله يعني انتوا كبرنامج الجزيره بتقدموا اشي ممتاز. يعني انا عنا راديو صغير كل يوم بسمع لكم لانه عن جد اللي بتقدموه اشي ممتاز. الله يحييك. الله يسعدك. يعني مش ناوي تغير موضوع المخ والاعصاب للصحافه؟ جراحه مخ واعصاب ان شاء الله هيك بكون من افضل اطباء غزه ان شاء الله. اليوم عمرك 11 عام. 11 عام يعني تقريبا كمان 14 عام حنبحث عن اسمك ونلاقيه ان شاء الله. حتلقوه من اوائل الدفع ان شاء الله.